دابا حنا ما كاينش كل مشروع موقف، حتى حاجه ما كاينه. كيكذب علينا 8 سنين، هو كيقول كل عام كيقول لنا العام الجاي عامين 3 سنين، هذه 8 سنين وصلنا يعني مشيتوا شفتوا المشروع ما كاينش المشروع موقف. يلا فاش درنا هذه الوقفات وداك الشيء جاب شي حاجه تما، بدا كيتفلى ثلاثه العمال وبدا كيكذب على عباد الله. يعني ما كاين حتى شي حاجه من هذا المشروع، هذا مشروع ما كاينش. وكيقول لك بان هو عنده مشاريع اخرى، مشاريع اخرى، حتى مشروع ما خرج على ارض الواقع، عنده واحد المشروع اخر في دار بوعزه 15 عام هذه، والناس عاطيها الفلوس ديالها، وموقفين كل شيء، المشاريع موقفين. هاد الناس هادو اللي ما عرفتهمش انا علاش جاو، ما عرفتش شنو الصفه ديالهم، ملي هما المشروع ناجح، علاش غاديين يجيو؟ يمشيو خليونا حنا كنطالبوا غير بالفلوس ديالنا، صافي، كنطالبوا باش يرجع لنا الفلوس ديالنا. ما مبني حتى حاجه، ما كاين والو، راه مشيو حنا هذا الشيء كنهضروا بالدلائل، تقدروا تمشيو وديروا واحد الزياره تما وتشوفوا اللي كاين، وعندنا الصور كتدل على ذلك. وحنا في الاول جينا على اساس ان هذه بانها شركه، راه عندنا الوثائق اللي كتدل على هذا الشيء، ففي الاخر في الاخر حتى ولينا انها وداديه. هذا جانب. الجانب الثاني هو ملي كيقول لك اودي حنايا منسحبين، حنا اصلا ماشي في هذه الوداديه، حنا تنصب علينا، حنا اصلا ماشي في الوداديه، حنا مشينا عندنا الدلائل بان حنا مشينا شركه ودفعنا لها الفلوس، عندنا دي زاكوزي بانهم خدوا من عندنا الفلوس، وفي الاخر كنلقاو بانها وداديه. ملي قلنا ما كاين باس، ملي عرفنا وداديه قلنا ما كاين باس، مشينا على اساس ان فلوسنا مشات 10 المليون، كاين اللي دافع 25 مليون لواحد، كل واحد شحال دافع، ما يمكنش، فهمتي؟ قلنا ما كاين باس، قال لك هو حنا باش باغي باش يتعفى من الضرائب والى اخره، وغتاخذوا مساكن اللي هي كبيره وهذا الشكل، وقلنا ما كاين باس، فهمتي؟ دابا في الاخر صدقنا في 8 سنين، كنا في عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين، ولينا في 8 سنين. هاد المسائل كندينوها وكنرفضوها وكنطالبوا من القضاء وقف معنا، وكنطالبوا من الامن، والى جانب واحد القضيه اخرى يمكن نشير لها انايا، لان انا الشكايه ديالي وضعتها شخصيا، وضعتها في الامن ورجعت، كنت سائل انا علاش رجعت، والاخوان الاخرين انهم تستمعوا لهم، وانا الشكايه ديالي رجعت اللي عنده وكيل، كنت سائل انا من هذا المنبر، كنت سائل هذه النقطه هذه. انا منخرط في الوداديه الواحه السكن منذ 2013. هذا السيد حنا واقفين، هذه الوقفه الثانيه ديالنا امام المكتب ديال الوداديه، كنطالبوا برزقنا، كنطالبوا الناس كامل كيطالبوا غير رجع لهم فلوسهم. هذا السيد نصب علينا، مشينا معاه بالمشروع باش يتبنى في عامين ولا 3 سنين 4 سنين، وصلنا دابا ل 9 سنين. ملي كنطالبوا برزقنا كيقول كيعطينا شي اعذار اللي حنا خارجين على على عليها، هي حنا باغينا فلوسنا، رجعنا فلوسنا. هذا السيد الطرق اللي نصب علينا بهم، دخلنا باسم شركه اللي مدينا معاها الالتزام بان غناخذوا شقه في شركه، المهم الشركه ديال العقاريه للبناء. هذا السيد جابنا هذيك ديال الشركه، جابنا عند الوداديه، اصطدمنا في واقع اخر اننا لقينا راسنا مطيحين في وداديه، عطانا العقد الاول فيه مسايره وداديه ما فيها حتى شي شروط، حتى شي بنود اللي ديال هو ديال اللي كيقول البنود الاساسيه الداخليه ديال الوداديه ما عندناش. من بعد واحد عامين ثلاث سنين عيط لينا قال لنا خاصكم تاديو دفعات، دفعنا ليه الدفعه الثانيه، الاولى كانت 10 المليون، الثانيه الاولى 10 المليون مع النوار، كيطلب لك النوار 5 المليون، حنا قلنا دخلنا تصيدنا كمل معاه على حسن النيه ديالنا ان من بعد عامين غادي يعطينا الشقه ديالنا. جينا من بعد عامين 3 سنين صيفط لنا انذار باش ناديو الدفعات عن طريق مفوض قضائي، جينا ادينا ليه الدفعه، بدل لنا العقد بعقد اخر بانها شقه تابعة الودادية ب 25 مليون سكن اقتصادي. من بعد واحد ثلاث سنين اخرى عاوتاني اربع سنين صيفط لنا انذار عن طريق مفوض قضائي، هما عندي الورق بان ناديو الدفعه ديالنا باش نكملوا في البروجي على حسن النيه ديالنا، كملنا عطينا عاود بدل لنا العقد من سكن اقتصادي لسكن اجتماعي اللي كان كيتقدم ب 25 مليون ولات ب 40 مليون كطلع لك الشقه. وحنا هاد الناس كاملين ناس طبقه هشه، الناس اللي عندهم الله سبحانه وتعالى، جامعين واحد الزيق باغي يديروا محل ديالهم للعائله ديالهم، كيصطدموا بان السيد جاد عليهم في الشقه ب 25 ولا 40، طلبوا بالانسحاب، طلبوا باش يرجع لهم فلوسهم، كيقول لهم الا ما عجبكمش الحال ديروا انسحاب. الوقت الناس اللي كيمشيو يديروا انسحاب دير واحد العقد، دير واحد البند في العقد بان من بعد واحد 6 شهور رجع لك فلوسك. الناس من 2014 2015 كيتسناو يرجعوا لهم فلوسهم، لحد الان 2021 باقي ما رجعش لهم الفلوس.
ومنين كيهضر مع الصحافه كيقول لهم هذوك الناس منسحبين. واش اللي منسحب ما ياخذش رزقه؟ واش اللي منسحب يضيع فلوسه؟ انا ما بغي المنسحب، انا شخصيا كنوقف مع الناس اللي كيقولوا هو منسحبين، انا ما منسحبش، باقي معاه في الوداديه، ولكن دير بالشكايه عن طريق الوكيل الملك الجنحي، ودير بان السيد كينصب علينا وعندنا حجاج، وعندنا الهضره ديالو اللي كي هو كياكد فيها النوار، وهذا السيد ما كنجيو اميكالمون نطالبوا منه باش يعطينا الرزق ديالنا بدون هذا الشيء كامل اللي كنديروا، كيرفض، ديما كيقول لنا كاين القضاء، كاينين الناس كيصيفط لنا اوديوات عندنا مسجلين، كيهددنا بالامن، الا جيتوا غتلقاو الامن كيتسناكم. ما عرفتش واش هذا رئيس الوداديه ولا هو رئيس ديال شي مافيا، ولا ما عرفتش اش هذا السيد هذا كيدير. السيد الناس دافعين لهم رزقهم، كيطالبوا برزقهم كيرفض، كيقول لك مسير القضاء. واش حنا نهار الاول كان معنا القضاء؟ نهار الاول عطيناك حتى رزقنا، ما سيرتيش، ما عندكش حسن التسيير ديال الوداديه، انسحب. ملي كيقولوا لي الناس يطالبوا بالجمع العام، ما كيرفض يدير الجمع العام، ما عمرني ما شفت القانون ديال الوداديه. السيد كيبقى رئيس ديال الوداديه من 2007. كنطالبوا بكل التغيير ديال الوداديه، كيقولوا لا انا اللي شاد البروجيات، عنده ثلاثه بروجيات دابا ديال الوداديه تابع الوداديه من 2007، حتى بروجي ما خرج الحي للوجود، اللي كيقول هذا السيد الناس راه مرتاحين في المشاريع، مرتاحين هذه مرتاحين، ورينا غير شي بروجي تسلموا الناس، من غيرنا حنا انسانه، ورينا غير شي بروجي عطاه الناس وسكنوا فيه، واش هذا الشيء ماشي نصب؟ انا حنا كنطالبوا برزقنا، كنطالبوا بالسلطات يوقفوا معنا، الناس المسؤولين في القضاء، الناس ديال الشرطه، السلطات المحليه يوقفوا معنا، كنطالبوا غير برزقنا، باغينا رزقنا هاد الناس. انا منخرط من 2015 من مع الوداديه ديال وداديه الواحه، من 2015 مشينا فين ما كنمشيو عندهم كيعطيونا وعود راه غادي يبدا وغادي يبدا المشروع غيبدا، فتفاجئنا يعني دازت واحد المده اللي تقريبا واحد ثلاث سنوات ولا اربع سنوات وما كاين حتى شي جديد، فرفعنا به دعوه مدنيه، فسميتو تحكمت لنا الصالح ديالنا في ابتدائيه، وتم التأييد ديال الحكم باسترجاع الاموال ديالنا، ولحد الان راه ما كاينش ما استرجعناش الاموال ديالنا. حنايا جينا هنايا باش نطالبوا باسترجاع الاموال ديالنا كامله، وسميتو وهذا الشيء باش كنحتاجوا اليوم ان شاء الله. انا والاخ ديالي كنا دافعين في 2015 10 المليون 7 المليون في 5000 درهم ديال التسجيل، وكنا كنتسناو من 2015 وحنا كنتسناو انه غادي يبني وغادي يصوب لينا، وكنتسناو صبرنا عام صبرنا عامين صبرنا 3 سنين، جينا كنقلبوا كنشوفوا كنلقاو راسنا ماشي حنا بوحدنا اللي مضرين، لقينا العديد من الناس اللي قبل منا من 2013 وهما معانا وهما حتى هما كيتسناو بحالنا، لقينا ان هذا السيد ما بغاش يعطينا ديالنا، بحال كينصب واش كينصب على عباد الله ولا شنو كيدير، حنا ما عرفناش. كنطالبوا حنا بالحقوق ديالنا، مشينا للمحكمه ويرجعوا لينا فلوسنا وصافي، حنا مشينا للمحكمه تم التأييد بالحكم انا والاخ ديالي وواحد الناس حتى هما معانا، وكنتمناو يعطينا غير فلوسنا وصافي. من 2009 حنا شرينا، حنا من الناس اللي شراو الارض في دار بوعزه، دابا المشروع سميتو وحبتش. من 2009 يلا كاينين لي غروز اوفر اسافوار واش كاملين ولا لا، المهم هو تيقول بان كاينين لي غروز اوفر، يعني مازال ما كاملش، دابا هادي شحال دابا 12 عام ومازال المشروع ما كاملش، يعني حتى واحد ما تسلم، ما كاينش شي مشروع ديال الوداديه الواحد تسلم، وانا اتحدى طرحوا عليه هذا السؤال مباشره، وكيف قلت قبيله طرحوا عليه سؤال اخر انه يجبد لكم القوانين الاساسيه، وشوف شنو كيغير في القوانين الاساسيه، كيغير اي حاجه في مصلحه المنخرط، كيضرب المنخرط، لا يجب على المنخرط، لا يصح للمنخرط، لا هذا، كل شيء خص المنخرط غير يحط الفلوس ويسكت. انا من الناس اللي قالوا لي حط الفلوس وسيري في حالك حتى يكمل المشروع عاد اجي، فوقاش غيكمل هذا المشروع؟ فوقاش غيكمل هذا المشروع؟ اذا انا كناشد السلطات من هذا المنبر، كناشد السلطات اللي هي يعني يدها على الاسكان والتعمير، والسلطات والقضاء انهم ياخذوا يفعلوا اللجان ديال المراقبه باش تراقب هاد الناس، راه هذا المشكل ما كاينش عندنا غير حنا في وداديه الواحه، راه كاين مشاكل في الوداديات في المغرب على صعيد المغرب كله، راه لا يعقل ان المواطن تتهضم حقه في بلد اللي هو المفروض بلد حق وقانون. وشكرا. كل مره كيزيد سومه، دابا لي غروز اوفر دارهم للناس، انا راني خرجت درت يعني دايره سميتو، ولكن راه لي غروز اوفر سمعت انه وصلوا لهم 5300 لي غروز اوفر،
ودخل دابا المنخرطين كيقول لهم ديروا لي فينيسيون بوحدكم. ملي تخلي المنخرط تخلي ليه الصلاحيه انه يدخل للشونتيي ويدير الفينيسيون، فوقاش غيكمل هذا المنخرط؟ فوقاش غيتوجدوا هاد الوريقات ديال هذا البيرمي دابيتي لا ريسبسيون اي توسا باش الناس ياخذوا وريقاتهم ويسكنوا؟ امتى امتى باش انا نجي نطالب بحقي؟ تيقول لي سيري حتى تنكمل المشروع عاد نعطيك حقك. فلوسي عنده مادام ان تيقول لي فلوسك في الارض، اذا مادام فلوسي في الارض من حقي انا نوقف ليه هنا ومن حقي انا نوقف ليه في اي بلاصه. ومن هذا المنبر كنوجه ليه الكلام شخصيا وكنقول ليه راه ما غنتخلاش على حقي، فلوسي غادي ناخذهم بالتعويضات ديالهم. السلام عليكم، اسمي كامل عزيز النادي، صفه رئيس وداديه الواحه. مبدئيا كنشكر شركه او مجله انور بريس على هذا الحضور، وانا نبغيو يطلعوا على الوقائع اللي هي حقيقيه ويعرفوا ما يفيد وما يستفاد من دون وضع اي اعلانات خارج عن الموضوع. في الموضوع اللي هضرنا فيه على حساب الوقفه اللي كانت البارح اللي هي فيها واحد المجموعه ديال الناس وماشي شي عدد اللي هو كثير، بحكم هذوك المجموعه اللي كيحضروا راه كلهم حاطين غير طلب الانسحاب اللي فيهم السي ترابي سي جمال حدي صابر نبيلة نهيدو مصطفى كاينين جوج سيدات خواتات تا هما داخلين زهرة بورزاق والأخت ديالتها كاين سيد زاهي يونس هذا ديجا عنده شكاية في النيابة العامة محمد مبارك فتحة مسعيد الخطاب عبد الصمد هاد السيد هذا راه داير تقييد احتياطي على الارض شكون هاد السيد عبد الاله فكري هاد الناس هادو كيعطوا رؤوسهم واحد الصفه مرات يقولوا بلي انهم ضحايا ومرات يقولوا بلي انهم الحقوق ديالتهم مهضومه فالضحايا كتبان لي كلمه كبيره ما يمكنش نطرقوا ليها لان ما كايناش عندنا حنا الحمد لله تضحيه حنا ماشي في حاله حرب ما عندنا حتى شي مشكل ما حتى شي واحد وما كاين حتى شي واحد ضحيه من ناحيه الضرر هما كيهضروا على الضرر فخص الناس او غيرهم يعرفوا بلي ان ذاك الضرر ناتج على الامور اللي هما كيقوموا بها اولا بالنسبه للانخراط ديالهم عندنا ما يفيد ك اول وثيقه غادي نجبدوا لواحد منهم اللي هو السي بشعيب اللي كيقول انه دخل على سميه شركه فهذا اول التزام ديالو كيحمل سميه الوداديه وهنا كيتشعروا باللي ان الدفعه الاولى ديالتو اللي هي 100,000 درهم اللي كتبان على اساس انه فقط منخرط وكان على علم باللي ان المشروع راه غير مرخص بالاضافه راه مكتوبه عنده هنا يبقى الثمن الشقة والمساحة المرغوب فيها من طرف المنخرط مقدرة إلى حين الحصول على الترخيص النهائي بمعنى السيد راه كان عارف وفاهم من ناحية الادعاءات اللي كيقولوا فأنا كتبان لي غير أسلوب ضغط باش يحاولوا يخلقوا شوية المشاكل ويحاولوا يوصلوا للناس والرأي العام لأن دوك الناس راه ضحايا أو متضررين ما عندهم حتى شي هما ماشي ضحايا لان فلوس ديالتهم كاينه في المشروع ما كايناش عندي ما محطوطاش في الحساب البنكي لو كانت محطوطه في الحساب البنكي كنت نعطيها لهم ولكن الفلوس اللي دخلوا بها فدخلوا بها في المشروع لان عنده صفه مشارك في المشروع وبالتالي فهم ملزمين انهم يكملوا معنا المشروع ويخلصوا على حساب الشقه اللي عندهم من ناحيه الثمن كسؤال وجيه قلتوه لينا اي وداديه ملزمه في نهايه المشروع انها دير واحد الخبره الا كانوا معارضين في الحسابات هذيك الخبره هي اللي كتعطينا التقويم ديال التكاليف ديال المشروع من البدايه ديالته الى حين الاستلام ديال الشقه وهاد الناس ملي كيهضروا على التواريخ فخاصهم يعطيونا ما يفيد انهم بقاو كيواكبوا المشروع وكيؤديوا المصاريف ديالتهم لان كاين عندنا واحد المصاريف اللي كتكون هي شهريه بخصوص المكتب المستخدمين وكتكون عندنا واحد المصاريف اللي هي كتكون كبيره كتضمن الثمن ديال الارض المهندسين الشركات غير هاد الناس الخطا اللي هما كيحاولوا يبدلوه ويخليوه الفائده ديالتهم راه بسببهم حنا تعاقدنا
مع شركات ومع أطر. ملي كنهضر على الأطر كنعني المهندسين، ملي كنهضر على الشركات فهي الشركة اللي خدامة تمايا. من ناحية الإجراءات اللي درت أنا ولا اللي سهرت عليها راها باينة. 2012 درت كومبرومي دو فونت هو هذا. 2000 نهار 28 دسمبر 2012 درت كونترا ديفينيتيف هي هذه. 2013 شهر فبراير 11 2013 حطيت اول طلب للرخصه، مشيت كنجري باش كناخذ لهم واحد لا كونفونسيون او واحد عقد شراكه مع وزاره الاسكان ووزاره الماليه باش يستافدوا من الدعم. خدت رخصه باش ندير التسييج هي هذه في 2014. مشيت خدت لهم الاعفاء ديال 153، يعني كنهضروا حنا على 1,543,998 درهم. يعني هذه هي اللي نورمال مضريبة على الارض العاريه، وهذا هو الاعفاء اللي خدتو لهم. من ناحيه التراخيص مجموعه تاعت الملاحظات اللي كتعطينا ديفافورابل اللي كنتوصلوا بها. خدنا الرخصه، كنحاول نختصر لكم، خدنا الرخصه اللي توصلنا بها عبر رساله الكترونيه واللي جاتنا من طرف المهندس نهار 15/2/2017. مع الاسف الناس حيت ما كتخلصش، فحتى 27 اكتوبر 2017 هي فاش مشيت جبت انا الاعفاء وخلص ما تبقى في الرخصه. فتحنا الورش في 2017/10/11، هو هذا فتح الورش، هذا هو المحضر ديالو. المهندس طلب واحد المبلغ ديال 630,000 درهم باش تزاد هي هذه. من هنا دخلنا معاه في واحد الاشكال، كاتبنا الهيئه في 20 نوفمبر 2017 باش تدخل مع المهندس المعماري يتابع لها. الهيئه كتجاوبنا في 15 مارس 2018، كتقول ما لقيتش الحل، ما كان علينا الا اننا ندخلوا في مجموعه ملفات قضائيه، حنا كنقلبوا غير كيفاش نساليو معاه. تمكنا اننا ناخذوا حكم باش يتعطانا محامي ثاني باش يكمل الاشغال. خدنا هذاك الحكم في 14/2018 هو هذا. من بعد ما خدنا الحكم وتواصلنا مع الادارات في اطار كتاب اننا حيدنا المخالفه، فنض السيد المحامي دار مقال رامي الى ايقاف التنفيذ هو هذا. مع مجموعة تاع المحاولات مع الهيئة وصلت بينا، لأن كان خصهم يعطيونا دفتر الورش، أننا صيفط لهم إنذار وجهته لهم على أساس أنهم كيديروا تحقير قرار قضائي باسم جلالة الملك وكيمتنعوا يعطيونا دفتر الورش، وإلا بقاو على هذا الحال فأنني غنتوجه بشكاية لوكيل الملك. وهي هذه هنا فاش بداو كياخذوا الاستشارات ديالهم مع المحامي ديالهم، فاش أكد لهم أن الحكم اللي عندي خاصو يتنفذ وخصني نمشي خدام. من ناحيه اخرى المهم هادو هما المراحل. كان عندنا واحد المشكل ثاني مع المؤسسات اللي هي العماله، لان السيد المهندس علمهم بان الرخصه سالت لها الصلاحيه، وباش تشرح هذا الموضوع يعني خصك تمشي للعماله وتسنى. والحمد لله توفقنا نهائيا اننا بدينا كنبنيو تقريبا في 2019 واحد الوقت بدات كورونا، مع الناس ما كيخلصوش، كلشي متوقف، كلشي كيتسنى وقيلة تنبنيو، هما كلهم فاهمين بلي ان هذه راها وداديه بمعنى جمعيه، الا ما ساندوش المشروع ديالهم وما خلصوش ما يمكنش يتبنى المشروع. رغم ذلك فاحنا كنبنيو حاليا والحمد لله الامور غاده مزيانه، كاينه جموع مع الناس، كلشي متفائل، كلشي فرحان، بالاخص هذه القضيه تاع الجائحه ان ما بقاتش بنفس المعدل اللي كان في الاول. تواصلنا مع الشركه، اعطينا واحد المبلغ مالي، وتواصلنا مع الناس والامور غاده مزيانه. كيبقى الاشكال عند هاد الناس في الفهم ديالهم. الا كانوا كنبانوا بلي اننا نصبنا عليهم فكيبان لي راه كاينه واحد جاي يقدروا يمشيو ليها. الا كانوا كيطالبوا بالفلوس ديالهم فكاينه واحد جهه اخرى قد تساندهم ويمشيو ليها. الا كانوا كيفكروا ان هادشي اللي كيديروا فيه كاسلوب ضغط باش انهم يسترجعوا المبالغ، فانا كنأكد بلي انني هنا
غير باش نحترم القانون وندافع على المشروع بالدرجه الاولى. واول حاجه كتهمني فهاد هذا الباب هو المشروع انه خصو يتبنى ويطلع، وهما فلوسهم كتبقى مضمونه، بغاو ياخذوها كيجيبوا البديل او كيصبروا حتى كيخرج المشروع للوجود او يجيو يكملوا معنا. حنا كنقولوا لهم اجيو خلصونا في المشروع اللي خليتونا حنا تعاقدنا مع الشركات بسببكم نتوما. هادشي اللي كاين، يعني الفكره راه باينه وواضحه، اما داكشي اللي كيدعيوه كله غير مجرد اتفاق بيناتهم، كيحاولوا يعطيوا واحد الصوره للمشروع باش انه يتوقف. باذن الله ما عمره ما غادي يوقف، والامور كتب لي انها غدا على احسن ما يرام، كيبقى غير هذا كيبقى تشويش او مجرها غدوز وغيفوت هادشي كامل ان شاء الله الكريم. وما راه كيتحملوا مسؤوليتهم في اي حاجه كيمشوا فيها. هو السؤال وجيه، ولكن كنظن بلي ان المكتب ديالنا في اي وقت ناس كيجيو تيلقاوه مفتوح، فكل شخص عنده شي ضرر راه كيجي لعندنا، وحتى الى جا ملقاش معنا حنا الحل شفاهيا في اقدار كتبنا ونجاوبوه كتابيا، وفي حاله كاع ما تفاهمناش اكثر فاحنا القانون ديالنا فيه واحد الفرع اللي فيه الوساطه، يعني غيقدروا يمشيو عند سي اللي عنده الدكتوره في القانون وغادي يتبعوا معاه وغيكون كوسيط، وحنا ما كنسدوا الباب في وجه حتى شي واحد، غير ان الطريقه اللي كياخذوها هما الطريقه كيفاش كيحاولوا يوصلوا الناس فكره على الوداديه، فهاد الطريقه كتبان لي شويه ما عندهمش حسن النيه. هادو عندهم نيه تاعت الا بقينا كنهضروا والناس ما اداتش والمشروع وقف باي طريقه اخرى غياخذوا فلوسهم، رغم ان على العكس وما كيتحمل مسؤوليه ان المشروع الى وقف غيقدر يمشي لواحد جهه اخرى اللي لا تحمد عقباه، لان اي حاجه كتوقف الا والمصير ديالها المزاد العلني، والا مشى عاوتاني المزاد العلني فالشركات هما الاولين اللي كياخذوا المبالغ ديالهم، في حين انهم هما كمجموعه غيبقاو كيتسناو الى حين يشوفوا ديك المبالغ وكيفاش غتقسم وبالنساب، هذه في حاله مش الى شاطت لهم طبيعه الحال. اما هي الحلول، الحلول راه بيديهم، انا عندي مكتب ما يمكنش غندور على كل واحد في دارو ونقول له تعال نلقى معاك انا الحل. هما كيف ما جاوا من النهار الاول هنا نخارطوا، كيف ما جاوا وحطوا طلب لانسحاب وعارفين بلي انها وداديه وما قر ديال الوداديه، فهما اللي خصهم يجيو ويطلبوا لقاء ونشوفوا شنو هو الحل ونتوجهوا ليه. اللي عارف انا كاين 12 واحد بعدا ديجا مشى دارت مقال ديال في المحكمه، جوج مشاو المحكمه الجزريه، سي ترابي كان دار واحد لاباج ودرت به انا شكايه مباشره، من بعد بدا كيوصل انه كيسب والشتم، درت به شكايه لوكيل الملك، هاد جوج النقاط حتى هو كيحاول باش انه يجمع الناس زعما باش يكونوا في جهته. كاينه واحد السيده اللي هي ديجا كانت في دار بوعد زعما عندها تعلق بهذاك المشروع، عندها شي افكار شخصيه كتبقى بوحدها، يعني كيبان لي ان بنادم الا كان في الضرر ومتيقن باللي راه الحق ديالو كاين ومهضوم كما كيقولوا، راه يقدروا يمشوا للجهات المختصه. اما ملي كتوليو كتجلسوا كتوحدوا واحد الافكار وفي نفس اللحظه كل واحد كيفاش كيدوي وكاين المغالطات تما اللي حنا كنشوفوهم، كيبان لي الناس بحال غير غادي يمشي هاويه بكل صراحه. كل واحد باقي معنا منخرط الا وباغي المشروع ومعنا في التواصل وحضروا معنا الجموع وكاين محاضر ديال الجموع، وكيأكدوا انهم غيزيدوا الفلوس باش الشركه تبلغ بها باش الشركه تزيد تسرع في الوتيره تاعت البني. هادو هما النقاط اللي كنا كنهضروا فيهم. اما هاد الناس اللي هما داخلين هادو عنده غايه وحده، الفلوس ياخذها، ولكن المشكل ما فهمش بلي ان هذيك الفلوس اللي كان حط لينا هو راه دخلات في المشروع، فلوسو كاينه ماشي عندي، فلوسو كاينه في المشروع، هو ملزم يكمل او يجيب واحد اخر في بلاصتو او يتسنى حتى يطلع المشروع باش ملي يدخل شي واحد في بلاصتو حنا كنسلموه المبالغ ديالته. ومن ناحيه الناس الاعلاميين انا كيبان لي بلي ان اي اعلامي كيتوصل او كيحضر معاهم ضروري ما كيبان ليه او كيحس كاين واحد الشك او كاين واحد النوع ديال الاسلوب اللي ماشي هو هذاك. انا جلست مع ناس وشفتهم اغلبيه كيبقى تابعني فين ما كنت باش كيعاود يتاكد، وانا كنهضر بوثائق بحجج.
اما هما فكنقول في الاخر وفي الاول ظروفهم الشخصيه كتاثر على الحاله النفسيه كتقول الله يحسن لهم، غير هما كان عليهم شويه انهم يفكروا بان هذاك المشروع كل ما طلع كانوا غادي في كل مشاكل ديالتهم في اقرب وقت، كل ما هما كيحاولوا باش يخلقوا العراقيل كل ما غادي يتعطلوا ويقدر الى كبر الموضوع كاع وما بقيتش انا في الواجهه وما بقيتش انا اللي كندافع عليه بهذه الطريقه وغادي نستمر مع الناس والتواصل مع الناس الاخرين، المشروع الى ضاع كلشي كيضيع، وهنا غادي تولي اسم ضحيه محسوبه عليهم هما ولكن مكتوبه على الناس اللي كانوا كيخلصوا، غيوليو هما اللي مرطين الناس اللي منخرطين وباغيين يكملوا المشروع، هذوك هما اللي غيوليو ضحيه، ولكن ان شاء الله هادشي ما عمره غادي يكون ما دمنا حنا غاديين في المشروع ديالنا والحمد لله غادي خدام، غير هي كتبقى لا كادونس ديال الخدمه باش توصل للناس العامه قدر من الناس كتدفع على قدر المشروع ما كي افونسي مزيان، الا بغاو يسالي في عام راه غيخلصوا غنساليو في عام، الا بغاو ينقصوا شويه من لي زافونس ديالهم ونساليو في عامين فحنا غنمشيو على القدرات الماليه تاعتهم، الا بغاو يخليو حتى في 10 سنين وكل مره يعطيوك شويه هنا المسؤوليه ما كتكونش علينا حنا، حنا كنخدموا بالسيوله تاع المنخرط، حنا ماشي شركه، حنا وداديه، الثمن ديال المشروع كيكون بالتكاليف اللي كيطلع بها، وبالتالي حنا ما عندناش اشكال في هذا الموضوع.